اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامج فلاش باك. بطل هذه الحلقه هو الممثل المتميز الموهوب محمد بدر الدين نوفل، الشهير ببدر نوفل. بدر نوفل الحقيقه اسم يمكن الناس تعرف ادواره، وكثيرون جدا لا يعرفون حتى اسمه. بدر نوفل اشهر ادواره، طبعا اشهر ادواره على الاطلاق هو دوره في مسرحية شاهد ما شافش حاجة، وهو شخصية المحامي خليفة خلف خلف الله خلف خلاف المحامي. والشخصية دي طبعا مع نجاح الساحق للمسرحية ومع حضور الكبير لعادل إمام أصبحت يعني من أشهر شخصيات المحامين اللي ظهرت في المسرح المصري واللي يعرفها الجمهور. الدور صغير جدا، المفترض انه كمان في لمسة كوميدية. هو الشخصية اللي بتخوف عادل امام، عادل امام سرحان عبد البصير يعني في المسرحية، اللي اول مرة كان يدخل محكمة واللي مذهول من كل حاجة، مذهول من وكيل النيابة ومذهول من القضاء ومذهول ايضا من اتهامات خليفة خلف الله المحامي، اللي هو يعني دايما بيقول عكس اللي بيقول وكيل النيابة. فهو ليه دور الحقيقة، هو محامي طبعا الشخص المتهم بجريمة القتل في المسرحية. قالوا لي انها حلت شعرها لما ماتت. قالوا له استاذ، قالوا له دخلهم ليت على الشاهد شهادته والدليل. قالوا له هي قالوا له دي كلمة قبيحة. وانا اول واحد في بلدي يقول قالوا له، مع عبد الحليم حافظ كان طول النهار يقولوا له قالوا له، ولا حد كان بيكلمه يعني، ولا عشان انا غلبان يا سياده الكونستابل. بدر نوفل الحقيقه نجح في انه يجعل من شخصيه خليفه خلف خلاف المحامي نموذجا جيدا، وبنشوفه بيؤدي بثقه امام عادل امام، بيضحك سواء في طريقة الإلقاء. المسرحية بالمناسبة إخراج الراحل هاني مطوع، مش عايزين برضو ننسى دور المخرج. بيأدي بثقة وبيبالغ في الحركة وبيبالغ في الصوت، وهو يعني نموذج كلاسيكي للمحامي اللي بيأدي دوره واللي بيدافع عن الرجل المتهم بقتل الراقصة عنايات أبو سن. إذن عدالة المحكمة الدفاع عاوز يسأل الشاهد بعض الأسئلة. وسيادتك المحامي على المتهم. اي نعم. عظيم، اتفضل يا استاذ. خليفه خلف خلف الله خلف خلاف المحامي. اتفضل يا استاذ. اتفضل. الناس الحقيقه حفظت كثير من الافيهات، لانه اتهامات خليفه خلف خلاف المحامي، الطريقه اللي بيقول بيها هل انت رجل على خلق، ورد عادل إمام على هذه المساءلة بمنتهى البراءة وبمنتهى البساطة. الإفيه الشهير اللي أصبح يعني من كلاسيكيات هذه المسرحية، الإفيه اللي بيقوله عادل إمام لو كل واحد اتجوز، لو كل واحد ساب شقته عشان فوقيه واحدة رقاصة بلد كلها تبيت في الشارع. ده هذا الحوار وهذا الضحك اللي بيخرج من الجدية الشديدة اللي بيؤدي بها بدر نوفل مقابل البراءة والبساطة اللي بيؤدي بها عادل إمام، ده كان من أحد أسباب نجاح هذا المشهد. وأعتقد أنه عادل إمام كان يقدره جدا، أنه ظهر معاه بعد كده في أفلام وظهر بعد كده في مسرحية أخرى شهيرة وناجحة، هي الواد سيد الشغال. هو كان خال عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال، وشفنا بدر نوفل أيضا في فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة، كان هو الناظر اللي بيستقبل عادل إمام في مرسى مطروح. وكان عادل إمام اتنقل، طبعا حضراتكم طبعا حافظين الفيلم، اتنقل بسبب انه مدرس بيلعب القمار ومدرس غير مسؤول. انت راجل محترم معاك دبلوم صنايع محترم، تسيبه وتيجي تشتغل هنا شغال ليه؟ انا هقول لك يا خال. قول يا سيدي. شاء العمر مال 3632 جنيه. حلوين. بعد ما شقيت وخلصت جيش ورش قطاع عام وقطاع خاص واتبهدلت. كويس. رحت حطيتهم في شقه اوضه وصال. غير ما عملت يا ابني. قلت بلية زريبه زي الحيوانات العايشه في زرايب. في 60 داهيه ما دام بقالك ساكن. ما انا ما بقاليش. ازاي كذبت يا سيدي؟ العماره وقعت. الله. وقعت ازاي العمارات اللي بتسمع عنها في الجرايد، شويه رمل على شويه زر. بدر نوفل الحقيقه قصه طويله قوي، لكن قبل
الأدوار بتاعته في السبعينيات والثمانينيات. هو الحقيقة مواليد 1929، واضح أنه كمان أدى أدوار، قعد فترة يؤدي أدوار صغيرة وقصيرة. يمكن أول دور مهم لي، أو الدور المهم لي في الفترة الأولى من حياته قبل السبعينات والثمانينات، هو دوره الدور البرمان في الفيلم الشهير أيضا مع عز الدين ذو الفقار، في فيلم الرجل الثاني. البرمان ده كان زوج سامية جمال اللي هي سمرة، وكان هناك مأساة ما في هذه العلاقة. كان دور جاد جدا ودور بعيد عن الأدوار الكوميدية، وكان بنشوف بدر نوفل حتى في أدوار محقق أو في أدوار بعد كده، يعني في أدوار مختلفة صغيرة لكنها لافتة. في الستينات أيضا مش عايزين ننسى من أدواره، مثلا كان شقيق عمارة الزيادي في نور دمرداش في فيلم عنتر بن شداد، بس يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها انه ده بدر نوفل اصلا، انه بدر نوفل كان لابس مكياج، كان عامل مكياج ولابس ملابس تاريخيه. متوصى بالامير الربيع واخيه الامير عمار، يا ولد هات العقل. الحقيقه بدر نوفل طول الوقت كان بيقدم الأدوار التي تسند إليه بمهارة وباقتدار، وكمان بيقال إنه كان بيدرس التنكر لطلبة كلية الشرطة، يعني كمان مدرس تمثيل ومدرس في كيفية التنكر، لأنه حضراتكم عارفين رجال الشرطة أحيانا بيضطروا في الواقع إلى التنكر، يبقى تاجر مخدرات أو غيره. وبالتالي جمع بدر نوفل ما بين الخبرة وبين التدريس، بين الخبرة في التمثيل وبين التدريس. يمكن من أواخر برضو أدواره اللي الجمهور يتذكرها دور المدرس المتصابي في مسرحية سك على بناتك أمام فؤاد المهندس، وهنا أيضا عامل كاركتر مختلف. بدر نوفل ممثل مجتهد جدا، ممثل متعدد المواهب والقدرات، وأعتقد أنه كثير من أدواره ما زالت في الأذهان، وخصوصا تلك الأدوار التي لعبها أمام عادل إمام واللي أصبحت من كلاسيكيات الإفيهات والجمل الحوارية الكوميدية في تاريخ المسرح المصري.